أنا بعتبره بيشتغل النظام. كل واحد بيشوف عنده بطلع حطام يقول لك دماء شهداء، كل هذا بالشهداء، أول ترصدي مشاهد وكل هذا بالشهداء. البارحة يوم الاثنين 28/5/2018 تم الاعتداء على مبنى الجامعة في مدينة نوى من قبل فصيل مسلح من نوى. وبعد فترة حاولنا نفهم انه شو الفصيل بده بالضبط من الجامعة، واتضح انه كان بزمان كان مقر الفصيل وبدهم يرجعوا مقر يعني. طبعا احنا اتصلنا بالفعاليات بنوى والمجلس العسكري، وحاولنا نتواصل مع المحافظة ومع الوزارة والحكومة السورية المؤقتة، واليوم لبوا النداء واجتمعت الفعاليات بالكامل هون، وعلى رأسهم المجلس العسكري اللي يعني أعطانا وعود إنه إن شاء الله المشكلة راح تنحل. وطبعا مو بس على الجامعة، على المؤسسات الموجودة بالبلد بالكامل. وهذا احنا بنقول ان شاء الله خير، لانه في عندنا عدد طلاب اكثر من 1200 طالب وطالبة، وعندنا امتحانات بعد اسبوع، وهذا راح يعني يسبب لنا شويه مشاكل بالنسبه لمؤسسه التعليم العالي الموجوده في الجنوب. شكرا كثير. التصرف اللي صار مع الجامعة، مع أخوتنا بالجامعة هون، تصرف فردي، والجماعة اللي قاموا بالفعل امتثلوا للحق وموجودين الآن عندنا، عم نتخذ الإجراءات اللازمة، وفي تعهد لإدارة الجامعة بعدم تكرار الموضوع.